اللي حصل؟ والله كان في واحدة جارة في وشنا كانت جاية ساكنة جار حجيز، كان جوزها دايما في مشاكل معاها، بتستنجد بالجيران ومن ضمنهم ابني. وجت بعد كده طلبت منه الطلاق وسابت البيت ومشيت. بقت والدتها تتصل بينا، تتصل بمعتز وبالجيران، بيطاردها في كل حتة. فكان معتز من مين اللي بيطاردها؟ طالق جوزها. وجي طلقها، وبقت كل لما تروح مكان يروح يطاردها فيه. فكان ابني واصحابه كده والجيران كانوا بيروحوا، كانت تقول لهم ده واقف على باب الشقه هيكسر عليها باب الشقه، الحقوها انجدوها. فبقى يروح يقف معاها، وقفت جدعانه ووقفت شهامه هو واصحابه. وجي بعد كده بقى حط معتز ابني في دماغه، بدا بقى يبعت تهديدات بعد ما طلقها. ووالدتها تتصل، يا معتز خد لها معلش شقه ايجار حديث عشان هي مطلقه، ما فيش حد هيرضى يعني يسكنها، وهي لوحدها. فكان ابني يروح يمضي العقد بتاع الشقه اللي هي هتسكن فيها. وفي الاخر عشان كلام يعني كلام كده، فكتب عليها جوزها، كتب عليها عمل كتب كتاب عليها. وجيت طالعها اتعفرت اكتر لما هو كتب عليها، بقى يبعت لي تهديدات على ابني. ما حذرتوش؟ حذرته والله، بكلمته بيقول يا ماما قدريها زي اختي، لدرجه انه كان عايز يجيبها تعيش معانا في البيت عشان يحاجي عليها. قلت له ما ينفعش يا ابني. فهو طبعا كان بيتصرف بقلبه مش بعقله، وبدا بقى طالقها يحاربنا لحد ما حصل اللي حصل. قبلها بثلاث ايام ابني جه حكالي، قال لي يا ماما ضربني، اتصل بيا وخدني على البحر، قال لي انا مخنوق انا معتز وزهقان وعايز اقعد معاك احكم الجيره الصداقه. فراح ابني بس معاه. هو طليقها ده معلش بس عليك عشان انا والساده المشاهدين نفهم، طليقها ده تواصل معاه هو شخصيا؟ تواصل معاه هو شخصيا، بس هو كان مكلم ناس في الشارع البيت القديم دوروا لي على معتز وهديكم 10,000 جنيه عايز يوصل لابني. فجه هو بقى ما عرفش يوصل لابني، فراح متصل بمعتز. هو مش عارف معتز فين ليه؟ مش عارف مكانه فين، لان احنا عزلنا هنا في البيتاش، كان السكن القديم في الهانوبيل. يعني حضرتك نقلتي؟ نقلت. في الاخر هو راح متصل بمعتز، قال لي يا معتز انا زهقان ومخنوق وعايز اقعد اتكلم معاه. فراح ابني، فهو يعني قابله وخده يعني كان على البحر برضه. معتز عامل له ازاي؟ ما هو ما يعرفش بقى، ما عطاش خوانه ابني، ابني ما عطاش خوانه. فقعد معاه وقال لي قعدنا مع بعض وحضني وبسني وخلاص واحنا جيران وبتاع كده يعني. بعدها بقى بكام يوم اتفاجئت بقى ان هو راح له في الكافيتيريا اللي كان قاعد عليها، كانت خالته مكلمه واحده ونص بالليل عشان كان فرح ابنها عايزاه يجيب له عربيه